في النور الحقيقة تبان. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية في النور. حقيقة وإحنا بنحتفل بذكرى 30/6 ما ينفعش أبدا ما نحكيش عن العالم اللي حوالينا. يا ترى الناس بقوا شايفيننا إزاي برة؟ هل الدول الأوروبية والدول الخارجية لسه معتقدة إن اللي حصل في مصر ده انقلاب، ولا وجهة نظرهم اتغيرت بالأدلة والبراهين؟ يعني إحنا بقى عندنا مشروعات، وبقى عندنا بنية تحتية، وبقى عندنا استثمارات، وبقى عندنا أمن، وبقى عندنا استقرار، وبقى عندنا وزارة خارجية بتقوم بدور رائع جدا في المحيط الخارجي علشان تعرف الناس حقيقة ما يجري في مصر الآن. الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الزيارات الخارجية ليه بالنسبة له مهم، أنه مش بس يعرض الرؤية السياسية للبلاد، لكن كمان الرؤية الاقتصادية، ودايما بيلتقي برجال الأعمال وكبرى الشركات عشان يشرح لهم الفرص الاستثمارية المتاحة. كل ده بيدل أو بينم على أن مصر كانت في خطواتها الصحيحة نحو التقدم والرقي، بأنها احترمت إرادة المصريين ورغبتهم في إزاحة حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. عن رؤية الغرب لثورة 30/6 هيكون كلامنا النهاردة مع الأستاذ مدحت شنودة، رئيس البيت المصري بالسويد. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. منورنا. ربنا يخليك يا فندم. شكرا على الدعوة الكريمة دي. أشكرك. يمكن من 6 سنين تحديدا كل العالم كان بيتكلم على الانقلاب اللي حصل في مصر، ويمكن ناس كتير قوي من بره مصر كانت تكلمنا تقول لنا هو انتوا فعلا انتوا نازلين بمزاجكم، حتى الناس اصحابنا، يعني انتوا فعلا نازلين بمزاجكم ولا ايه اللي حصل، ايه اللي بيحصل، انتوا ازاي من 6 سنين كنتوا شايفين اللي بيحصل في مصر وبعدين ايه اللي حصل؟ هو يا فندم في شقين لو اتكلمنا على كمصريين وكالبلد اللي انا جاي منها. كمصريين طبعا البلد قدامنا كانت بتضيع وزعلانين وكل حاجة راحت. جم شوية ناس ما تفهمش مع الوطن، ما يفرقش معهم أكتر طبعًا. ما هي الجماعة، وكان هدفهم كلهم الجماعة وليس الوطن. احنا قلبنا بيتقطع على بلدنا وهي بتتقطع، وناس إرهابيين بيخشوا البلد وبنسمع حاجات ورئيس بس جماعته دشق، فكنا متضايقين جدا ومحتاجين الثوره ديت اللي حصلت. لما جينا كلنا نزلنا ما كانش بقى فيه بقى اللون ولا ده شكله ايه ولا اسمه ايه، كلنا نزلنا وكلنا متابعين. ده شق للمصريين اللي احنا هناك، اللي احنا كنا بنتعذب اكتر منكم. انا كنت بتفرج على التلفزيون واشوف احتفالات 6 اكتوبر القتله قاعدين بيحتفلوا فانا قعدت اضحك، قلت ايه التهريج اللي بيحصل ده، يعني ازاي دي بلدنا وصلت لهذا الحال. فكنا حزنين جدا اللي حصل. نيجي بقى الشق الاوروبي، طبعا هنتكلم للاسف بالسياسه، ان في مصالح خارجيه وفلوس بتدفع عشان مصر تتقسم، وكانوا كادوا ان ينجحوا في ذلك. عشان بس يبقى الكلام واضح، مش هنتكلم في السياسه ونقول دوله ايه ودوله، كل حاجه معروفه. وفي ناس ضخت مليارات لتقسيم مصر، لولا الجيش المصري ولولا الشعب المصري العدد اللي نزل، اللي على فكره انا جيت قريت شويه ان ده اكبر عدد نزل في العالم في طبعاً. التاريخ 30 مليون بالظبط يا فندم. فانك تجمع كل دوت، فده حاجه لو الناس ما بتحبش البلد ما كانوش نزلهم، ستات عواجيز غني فقير ابيض اسود قبطي مسلم اي حاجه، ما كانش في فرق. دي مصر نازله، مصر نازله عشان تحارب عشان العالم المصري، عشان قوميتنا، عشان بلدنا. في البدايه زي ما بقول لك دول كتير منها قطر ومنها تركيا ومنها كذا دوله ضخوا مليارات عشان اللي بيحصل ده. كان في دعم دولي كان في مصالح والانقلاب في البدايه، كان الموضوع انك تقعد تقنعوا يا جماعه ده الراجل ده مسك البلد بوظها، مش هنسيبه يبوظها في البدايه. لكن احقاقا للحق زي ما حضرتك قلتي الخارجيه المصريه قامت بدور اكتر من رائع حقيقي، ودي حقيقة. كل التحية والتقدير للسيد سفير سامح شكري وزير الخارجية. بالضبط يعني. يا فندم. وكمان أنا ما قابلتش معالي الوزير، بس قابلت معالي السفير وائل نصر اللي كان موجود ساعة وشال الليلة كلها، والوقت موجود عندنا معالي السفير المحترم علاء حجازي وبيكمل المسيرة، وعلاقتنا الوقت في السويد فضل معالي السفير علاء حجازي بقت جميلة وفي أنشطة كتير، وبدأت الصورة تتغير
وبدأ كلمة انقلاب دي مش موجودة خالص الوقت. لا ليه اتغيرت؟ شافوا ايه؟ شافوا الحاجات اللي بتحصل في مصر، الحاجات البنية التحتية اللي بتتعمل، الشوارع. السويد شعب بيحب يسافر، فلما بيجي بيسافر ويجي بيشوف مصر وبيشوف الفترة اللي فاتت كانت عاملة ازاي، والفترة الوقت في امان الناس بتروح. اي نعم السياحة ما رجعتش بالعدد دوت، العدد اللي احنا عايزينه، لكن في الطريق يعني كان معالي السفير كان بيتكلم من كام يوم، كان بيقول احنا صرنا مش عارف 100 وحاجة ألف، احنا لو بصينا من كام سنة ما كانش يتعدوا ال 5000. ففي وهم شايفين ومتابعين مصر، لأن مصر مش بلد صغيرة، مصر دي كبيرة. ناس كتير في مصر مش عارفين حجمها، لكن احنا اللي متغربين عارفين حجمها وعارفين طعمها. فمصر كبيرة غصب عن أي حد. في إخوان في السويد؟ فندم الإخوان موجودين في كل حتة، واللي يقول غير كده يبقى واهم. لكن كسويد لو قررنا الإخوان قبل ما تعمل بيت المصريين، اللي أنا واحد من اللي أنا، احنا مجلس إدارة ومجموعة، كان هم اللي على الشاشة، هم اللي أخذين أنظار السويد إخوان، لأن كان في مهرجان سينمائي من كام سنة واعتدم على الممثلين، فاتخذت السويد إخوان، لكن بفضل بعض المصريين. يعني فعلا كان قبل ما حضراتكم تعملوا الكيان ده البيت المصري، كان اللي بيتصدر المشهد عن المصريين هناك إخوان. مظبوط يا فندم. وده حصل في المهرجان السينمائي، كان هناك في مهرجان مالمو السينمائي. أستاذ محمد القابلاوي صديق شخصي وإنسان جميل جدا، بيجيب كل سنة أفلام ويجيب ممثلين وبيعرض الحاجات دي، في يوم من الأيام تهجموا عليهم. لما عملنا بيت المصريين مجموعة، طبعا لو قلت الأسماء يبقى لازم أقول للناس، لك إحنا مجموعة وكان هدفنا ليس له دين ولا سياسة، إحنا هدفنا نتجمع مصريين ونتعرف على بعض، وده اللي إحنا ماشيين عليه. وكان هدفنا في بيت المصريين في البداية إن إحنا أي حاجة مع مصر مش ضد مصر. ولكن كان موجود إخوان وأعتقد موجودين ما زالوا. كان ردود أفعالهم إيه بعد الثورة وبعد ما حكمهم وقع في مصر؟ كانت إيه ردود أفعالهم؟ يعني حاولوا ينتقموا منه كنتوا بقى هناك؟ لا صدقين، أصل السويد بلد فيها قانون، وقانون صارم جدا، واللي بيتعدى على حقوق الآخر بيبقى ما فيش هزار. فالموضوع دوت ما أعتقدش، ثم هم ليهم تنظيم وليهم ناس بتمشيهم، فالتنظيم مش في السويد، التنظيم الكبير في إنجلترا في لندن، هم بتوع لندن أنا يعني بشفق عليهم، لأن كل تركيا قطر، لكن السويد العدد مش كبير لعدد مصريين. لو بصينا كل السويد ممكن ما نجيبش 13 ألف مصري، عكس مثلا هولندا أو مثلا ميلانو فيها حوالي 250 ألف أو أكتر. فالسويد برضو دولة صغيرة، بس يعني بنحاول تبقى حاجة كويسة ونحط صورة مصر في أحسن حال. البيت المصري بقى يعني كلمنا عن ازاي ابتدى وازاي عملتوا الكيان ده ومين اعضاءه، شكل التداول فيه بيبقى عامل ازاي، بتتكلموا في ايه؟ هو حضرتك في البدايه خالص الفكره دي طرحت من اكتر من شخص، لكن ما كانش فيه الباور اللي احنا نقعد. فصراحه كان مجموعه كبيره يعني، والميزه كانت دي مصر يعني، مثلا في لو ممكن مثلا اقول مثلا بعض الاسماء، مثلا فيما موجودة معنا في مجلس إدارة الوقتي مدام ماجدة أيوب، دي كانت عضو مجلس شعب في السويد، موجودة معنا. معنا الحاج عز، راجل محترم وجميل جدا. معنا الأستاذ رضا شكير. معنا الأستاذ علاء مصطفى وأنا. فإحنا الخمسة دول لو بصيتي بنمثل مصر بما فيها مجلس شعب، ابن البلد، الموظف الغلبان اللي زي حالاتي، فئات مختلفه. بالزبط حلو يعني انتوا كده بتمثلوا كل افكار المصريين. بالظبط، ما عندناش بقى، عندنا مجلس الشعب، عندنا الموظف اللي زي حالاتي، عندنا كل حاجه. فاحنا زائد ان احنا كمان ماشيين حاجتين ما لناش دعوه بيهم، ولا دين ولا سياسه. يعني بنعمل حفله، بنجمع بعض عشان نعرف بعض، نتعرف على بعض، مش لحاجه، نتعرف على بعض. يعني ايه نتعرف على بعض؟ يعني مثلا انا مثلا سباك مثلا، وحضرتك محتاجة سباك، طب ما احنا بنتعشى مع بعض، طب انا محتاج سباك، معقول ده انا سباك؟ فده الهدف. يعني المصريين كلهم بيتلموا تحت سقف البيت المصري؟ مش اصل كلمه كلهم دي كبيره شويه، عشان ما اقدرش اقول كلهم. احنا كمان عندنا كمان في بيت المصريين شويه شروط، مش يعني عارفه، مش اي حد بيدخل. بالظبط يعني. ايه بقى الشروط؟ الشروط ان هو يكون انسان كويس، لسانه كويس، اخلاقه كويسه، الناس كلها. حتى انا يعني حضرتك يوم 4/5 عملنا حفله، تجمع انك تجمع عدد كبير مصريين ده صعب. فالحمد لله انا يعني انا ومجلس الاداره اليوم ما رحنا اتفقت مع المطعم، قلت له انا عايز 100 شخص. ففوجئت يوم الحفله ان احنا 145.
فيعني حتى كمان معالي السفير كان موجود وقال ايه الناس الجميله دي. فالصراحه يعني الكواليتي بتاعنا مهم، وكل ما نكتر الناس بيبقى فيه مشاكل، بس الحمد لله ما عندناش مشاكل. حلو قوي. انتوا تقريبا الجاليه المصريه في السويد قد ايه؟ لو انا بوجهه نظري على مستوى، لان السويد بلد كبيره جدا كبيره، انا على وجهه نظري ممكن 12000 13000. بيتفاعلوا بقى مع البيت المصري قد ايه؟ اقول لحضرتك عشان برضه اقول لحضرتك ان احنا اذواق مختلفه طبعا وافكار مختلفه، ممكن واحد يختلف معك ولكن نحترم كل اختلاف. في كيانات تانية، في حاجات كتيره تانية، في كيانات تانية عاملها مصريين بالظبط يا فندم. بس احنا الاكثر والمرتبين، واللي في بيننا وبين بعض الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام، أكيد. وهذا لا يقلل من شأن الآخرين لكن يزيد من شأننا. نحن مجموعة عمل، مش على شخص أو اثنين أو على خمسة. يعني المجلس الإدارة اللي قلت أسميهم دولي، ده جزء، ده في أستاذ باسم عمر، في أستاذ محمد نشأت، في أستاذ جميل إلياس، لو قعدت هتلاقي الدكتور منير شنودة أخويا الكبير اللي هو في حاجات، الشاعر أشرف فايز، ناس كتير عملوا الكيان ده، مش أنا لوحدي. بس الوقت أنا ماسك الوقت رئيس البيت، وبقالي 3 سنين لسه سنة، ويتعمل مجلس إدارة جديد وانتخابات جديدة. هايل. عايز أعرف أنتوا إزاي بتقدروا تنقلوا صورة عن بلدكم برا، مش بقى للمصريين أو للسويديين لكن لصانع القرار. هل بتقدروا تعملوا ده؟ يعني هل بتساهموا في تحسين الصورة الذهنية عن مصر عند القيادات في السويد؟ هو صدقيني الموضوع دوت في شق سياسي أكتر، فده بيقوم بيه معالي السفير والسفارة. والصراحة في نشاط كبير قوي الفترة لما جه معالي السفير الجديد، لأن مدام ريم حرمه كانت شغالة في مجال السياحة، فالصراحة بتقوم بمجهود أكتر من ممتاز. هايل. فالصورة ديت احنا ما عندناش كجالية إمكانيات، لكن مدام ريم عارفة الحاجات ديت، فبتقدم أحلى صورة لمصر يعني، وبتجمع مجموعة سوايدة. أنا مثلا أنا كمدحت أنا مشترك في جمعية كلها سوايدة مهتمة بالحاجات المصرية القديمة، الآثار يعني. أفندم السويديين كلهم أي نعم، هم لهم فيهم 70-80 سنة 60، مش مشكلة بس يعني بس مهتمين ومهتمين إيه وقاريين وبيجوا مصر وبيعملوا الرحلات. يعني بقول لحضرتك السوايدة شعب مثقف وبيحب يسافر بالظبط. انتوا بتساعدوا في ده يعني، بتشجعوهم انه تنظموا لهم رحلات مثلا، او تساعدوهم في تنظيم رحلات؟ تصدقين عشان ما بقاش برضو يعني بقول كلام مش مظبوط، احنا هناك في عندنا متحف في حاجات مصريه، وانا عندي صديق شخصي اسمه استاذ محمود علام، وانا بحب اوجه له شكر لان محمود انسان جميل جدا، وهو كان شغال مرشد سياحي، وانا صراحه قلت له انا محتاج، فانا عملت انا وهو وبيت المصريين عملنا حوالي 13 زياره للمتحف. حلو قوي. ومحمود كان بيشرح والقلب والريشه والحاجات ديت والتابوت، وعندنا ده دور مهم على فكره بالزبط. يعني انكم تساعدوا الناس ان هم يتفرجوا على اثارنا عندكم، ده عمل ايجابي. وعلى فكره كل الحاجات دي منشوره، وانا الحاجات ديت دي محمود علام هو اللي عملها، بس احنا بس انا جبت له الناس لك، فهو يعني انا بشكرك يا محمود على كل حاجه عملتها. حقيقه احنا بنشكركم، وانتم بالنسبه لنا سفراء لبلدنا في الخارج. كل مصري وطني شريف في دوله بره مصر ايا كان شكل هذه الدوله هو سفير لمصر، وانتم خير سفراء لينا. مبسوطين ان حضرتك كنت موجود معنا النهارده، وتحياتنا لكل الجاليه المصريه الوطنيين الشرفاء، مالناش دعوه بالتانيين اللي موجودين في السويد وكل الدول الخارجيه، على وقوفهم معانا كمان واحنا في هذه الثوره ودعمهم لينا. واكيد انتم قلبكم كان معانا، ولسانكم الحلو اللي بيتكلم عننا وعن ثورتنا ده كان شيء ايجابي ومهم جدا بالنسبه لنا. فانا بشكرك وبشكر وجودك معنا النهارده يا فندم. شكرا لحضرتك استاذ مدحت شنوده رئيس البيت المصري بالسويد، نورتنا يا فندم. شكرا كتير يا فندم. لسه كلامنا متواصل عن 30/6 وذكرياتنا عن 30/6 وحركه تمرد، ويمكن معنا النهارده محمد نبوي، محمد من الاسماء اللي كانت بارزه جدا وقت حركه تمرد، ويمكن شفنا ليهم كتير من التصريحات الكبيره الرنانه اللي كانت في عز حكم الاخوان. الحركه دي كانت حركة مهمة يعني قبل ثورة 30/6، وكانت سبب رئيسي في حشد المصريين. تعالوا نعرف كواليس أكتر عن هذه الحركة واللي قامت بيه، وذكريات كتير عن 30/6 بعد الفاصل، خليكم معنا.
في النور الحقيقة تبان.